الرجل النرجسي الخفي يبدو كمنفصم شخصية وله وجهان خلينا نشاهد هذا الفيديو من السوشيال النرجسي الخفي حاليا رح أحكي لكم عن أبرز خمس صفات موجودة عند النرجسي الخفي الصفة الأولى أنه هذا الرجل له وجهين وجه أمام الناس والأشخاص الغرباء عنكم وهذا الوجه دائما بكون متواضع وطيب ومحبوب بالنسبة للأشخاص الآخرين ووجه آخر بكون معك وهذا الوجه بكون شيطاني ومتلاعب ودائما بحاول ينكد عليك حياتك ثاني صفة انه هذا الرجل بحاول يحصل على الاهتمام والتعاطف من قبل الاخرين بطرق سلبية، اما انه ينتقص من نفسه ويذم نفسه عشان الناس تقعد تمدح فيه او اما انه يلعب دور الضحية عشان يحصل على تعاطف الاشخاص الاخرين. الصفة الثالثة انه الرجل النرجسي الخفي بيغضب بشكل كبير جدا اذا تعرض الى النقد من قبل شخص معين. الصفة الرابعة انه اناني وغير مسؤول، اللهم نفسي، وفوق كل هيك ما بيتحمل مسؤولية الاخطاء اللي هو اقترفها او مسؤوليه الاشياء الموجوده في حياته مثل البيت مثل المراه مثل الاولاد الصفه الخامسه انه هو غير متعاطف ممكن يشوفك مريضه او بتعاني من مشاكل كثيره في حياتك وهو ما يقدم لك المساعده